شوارع مزدحمة، محلات وأسواق مكتظة، هكذا تحولت ولاية غرداية ليلاً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تفضل العديد من العائلات ليالي رمضان لاقتناء ملابس العيد وفرصة للشباب من أجل العمل في التجارة وكسب المال. ما عدناش وش نخدم والله غالب، ما أنا خدامين عند الدولة ما والو، ما عدنا شهرية، طابلة من العام العام نخدمه فيها والحمد لله. هذه فرصة للشباب ماذا بيا يعني نشوف الشباب يخدموا كيما هاك ما يقعدوش يتسناوا في الدولة دوك تعطينا دوك تعطينا. لازم تاخذوا إجراءات، كورونا راهي كاينة، حنا لازم نحاولوا كيف نديروا التباعد والبروتوكول ونطبقوا الأوامر الصحية بكامل حذافيرها إن شاء الله. كاميرا النهار تنقلت لبعض المحلات ورصدت هذه المشاهد، لا إجراءات وقائية، لا تباعد جسدي، الجميع غير مكترث، في حين عدد الإصابات في تزايد مستمر. ماشي يديروا لي بافات وراه الدنيا دامره بعضها كاع، والمرضى راه كاين، السبيطار راه معمر كلش، هاي ماشي يديروا احتياطات، الشعب راه داخل في بعضه. كاين واحدين يقول لك ما تدخلش، كي تقول له يقول لك ما ندخل، ما على باليش بيكون صحت. ياسر ما مشي يديروا لي بافات. لا ماجوريتي نتاع الناس ما همشي يحترموا. وماناش عارفين وراهم رايحين يروحوا، ربي يستر من بعد العيد واش يكون. غياب ثقافة الوقاية من وباء كورونا تحت ذريعة شراء ألبسة العيد بعد انتهاء الشهر الفضيل، في ظل عدم اكتراث المواطنين بالإجراءات الوقائية من هذا الوباء الفتاك.